على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي سداد تصرف وحكمة تناول الأشياء. فكأن النبي اللي مرسول للناس وقف عند المعلم يقول له أنا هاخد منك الرشد، مش هو يعني، لا أنا هاخد منك الرشد، أكنه قبل كده ما فيش الرشد. أم قال لك الرشد في مذهبه مش الرشد في التبليغ الأحكام الظاهرة. نعم. هل أتبعك، أدي هل أتبعك يعني أنا تسمح لي على أن تعلمني مما علمت رشدا، تعلمني الله، يبقى دل على أنه يطلب شيئا لم يكن معلوما له، لأن ربنا قال كده وما أوتيتم من العلم إلا قليل، وقال للرسول وقل ربي زدني علما. ولذلك الشاعر يقول إيه، كلما ازددت علوما زدت إيقانا بجهلي. الله، كل ما يزداد علم يزداد إيقان بأنه جاهل. قال لك لأن معنى ازددت علم النهاردة إن أنا كنت امبارح ناقص، وما دام كنت ناقص امبارح وعلمت النهاردة يبقى برضو النهاردة هبقى ناقص وأعلم بكرة. كلما ازددت علوما زدت إيقانا بإيه، بجهلي. والأفق الواسع كل ما يعلم قضية يبقى عنده شره للعلم، شره للعلم، وتتركن القضية في الأفق الواسع فما تبنش في نفسه، لسه نفسه عايزة إيه، لسه أفق واسع عايز علم تاني.